حاولت أعبرها عند كذا شخص. فمنهم يعني اثنين اعتذروا. خير، الله يجعلها خير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب تفضل. طيب الرؤية يا شيخ، رأيت الشمس تطلع من مغربها يا شيخ. وأنا على يد اليسار فيه بنت جميلة، شكلها جميل وعيونها كبيرة، وأنا ماسكها بيد اليسار. الكلام ده في حينا القديم، كنا ساكنين في حي قديم في جدة. يعني طالع جهة المغرب، في الشمس طالعة من مغربها، وفيه جبل يمين شوي، والشمس طالعة سريعة، مو طلوعها مو عادي، البعثات سريعة، وفي غيوم بيني وبينها، وهي متجهة جهة الشمال، يعني طلوعها في اتجاه الشمال. طيب. إلين صارت ورا الجبل وانتهت الرؤية. متى؟ هذه تقريبا قبل رمضان بشهرين. شهرين. أصغر عيالك ذريتك كم؟ من هو؟ بنت ولا ولد؟ ولد. غيرك غيره شايفي؟ الآن عندي ثلاثة، والكبير ولد، وبعدين بنت، بعدين ولد. طيب كم عمر الأصغر الذرية؟ له ثلاثة شهور تقريبا، ثلاثة إلى أربعة. كان في تأخر قبل الحمل الولادة؟ في تأخر؟ صحيح يعني نوعا ما. طيب أربع سنوات تقريبا. طيب الشمس خروج من مغربها هذا التأخر، زين؟ أيوه. وش اللي جاك تقولي، بنت ولا ولد؟ اللي جاني ولد الأخير، ولد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب طلعت عليك بنت من مغربها جميلة من فوق جبل. لا لا، الجبل بعيد، الجبل نفس الشيء بعيد، البنت في يدي اليسار. أنا شابة مو بنت، قصدي طيب صغيرة. أنا أعتذر على هذا السؤال، هل الزوجة عانت من كبر البطن بزيادة بعد وقت الحمل؟ لا إله إلا الله. أي والله يا شيخ تعبت. نعم، هذا هو الجبل. الحمل السريع، السريعة، خروج الشمس السريعة، إن شاء الله بإذن الله أن ولادتها سهلة مع هذا. جهة الشمال هذا مسألة الولد، يبدو أنه كان مايل. صحيح، والله أعلم. صحيح يا شيخ. خلاص.